غالي يا أبتي. جدي معاه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعيش. مرحبا مرحبا أحبائي، مرحبا عمو يزيد، راه فرحان بزاف اللي راكم معاه اليوم هنا. كون فرحانين؟ برافو. رانا في هذه المزرعة الجميلة، هذه المزرعة البيداغوجية بمدينة زيرالدا، وينفتحوا لنا الابواب وقالوا لنا جيبوا معكم كاع الاطفال يحضروا لهنا. وانتم احبائي كذلك راكم تشوفوا فينا بفضل هاد الاطفال اللي راهم هنا، راح تكتشفوا معنا هاد المزرعه البيداغوجيه الجميله. بالك انتم تسكنوا شويه بعيد ولا ما تقدروش تجوا، حنا نجوا لعندكم ونوريكم هاد المزرعه الجميله الجميله الجميله. اذا احبائي، وحنا في هاد الفتره هذه كما قلنا، كاين الطبيعة، كاين السواحل، كاين عبالكم في الصائفة، عبالي بلي كاع تحبوا تروحوا تحوسوا يا أخي. كاين اللي يحب يروح للبحر، كاين اللي يحب يروح للغابات وكامل. حنا من خلالكم وفي هاد الحصة هذه نقولوا للأطفال ردوا بالكم، ما لازمش يرميوا القمامة في كل مكان يا أخي. لما تروحوا للغابة ولا للبحر وتاكلوا مثلا ولا تقعدوا، من بعد كي تنوضوا واش ديروا؟ لازم تلموا كامل هذاك الشيء اللي ديتوه معكم وديروه في كيس وترموه في سلة المهملات يا أخي. أحبائي نخليه مكاننا نظيف. على بالكم أحبائي بلي تقدروا ترسلوا عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. إذا تفضل جليلو، تعال وليدي. ساعي البريد ما تحمل. مرحبا مرحبا جليلو، واش راك وليدي؟ بس وحشناك، نطبك لي اليوم. إذا جليلو أصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد. أحبائي يروح يجبنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال، وعمو يزيد يقراه هنا. إذا جليلو ضع البريد في علبة البريد باش عمو يزيد يقراه هنا أحبائي. وانتم إذا حبيتوا ترسلونا، ما عليكم إلا توجهوا موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا أحبائي. شكرا شكرا وليدي، شكرا 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 شكرا. أحبائي تحبوا الأسئلة والألغاز؟ تعرفوا سلسلة جبال الأوراس؟ سمعوا بها؟ منطقة الأوراس تعرفوها يا أخي؟ منطقة الأوراس، شاوية، باتنا، كاين سلسلة جبلية واسمها الأوراس. حبيتكم اليوم تقولوا لي ما هي أعلى قمة جبلية في سلسلة الأوراس؟ سهلة ولا صعبة؟ صعيبة. معليش فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا اللي مشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. برافو، على بالي باللي شاطرين. فكروا في هذا السؤال لغاية نهاية الحصة، ما هي أعلى قمة جبلية في سلسلة الأوراس؟ ودركا نروحوا نكتشفوا مع خلود بنتي حيوان اللي هو البجع. إذا تفضلي خلود، تحية تحية الخلود، تفضلي بنتي تفضلي. البجع. البجع أحد الطيور المائية، ضخمة الحجم، من رتبة بجعيات وفصيلة البطيات، يصنف في 7 أنواع. يعيش البجع في المسطحات المائية بشكل عام، إضافة إلى الأراضي الرطبة والمستنقعات وغيرها، ويفضل العيش في البيئات المعتدلة. يتميز بوجود جيب تحت منقاره، فمنقاره الكبير يعتبر كمخزنا للطعام. يعد البجع من الطيور الرشيقة، وهي تستطيع أن تقطع مسافات كبيرة وتمشي على اليابسة، ف
فهي تقفز قفزات متتالية على أقدامها المتشابكة. يمكن لطائر البجع النوم على أي من الأرض أو الماء، ولديه خيار النوم وهو واقف على ساق واحدة أو أثناء عومه في الماء. يتغذى بشكل أساسي على النباتات بما في ذلك النباتات المائية والأعشاب البحرية، ويأكل أيضاً الحشرات والضفادع الصغيرة. يتعرض البجع الصامت للتهديد من قبل الحيوانات المفترسة، ويعد اصطدامها بخطوط الكهرباء من أهم الأسباب المؤدية لموته. وكذلك تتعرض المياه العذبة للتلوث الذي تعتبر موطن عيشه بسبب رصاص بنادق الصيد. ولكون طائرات البجع مهيب وجميل ومعروف بكونه رشيق يتميز بالأناقة، فهناك العديد من القصص الخيالية الشعبية المكتوبة حوله. برافو 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 خلود بنتي، برافو. إذا تحبوا المعلومات تعرفنا على البجع وكمل يا أخي. أحبائي أحبائي تحبوا الأغاني، راح نغني لكم واحد الأغنية شحال شابة شحال شابة على الأرنب. تغنوها معايا؟ يلا عندي في بيتي أرنب، يلا تغنوا معايا كامل. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب أطعمه العشب الأخضر. يحزنني لما يمرض فأناديه وأداويه وأداعبه وأسليه، عندي في بيتي أرنب. يحزنني لما يمرض فأناديه وأداويه وأداعبه وأسليه، عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعنيه، هو لا يحكي هو لا يبكي، عندي في بيتي أرنب. يجلس قربي بعد اللعب يؤنسني لا يعنيه، هو لا يحكي هو لا يبكي، عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب وطعمه العشب الأخضر. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني، عندي في بيتي أرنب. أطعمه وأغذيه فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني، عندي في بيتي أرنب. عندي في بيتي أرنب أبيض باهي المنظر، يقفز يلعب لا يتعب أطعمه العشب الأخضر. برافو برافو، أطعمه العشب الأخضر. أحبائي أحبائي تحبوا ألعاب الخفاء؟ نروحوا دركا مع عمو عبدو اللي جانا من مدينة جلفة في ألعاب الخفة. إذا تحية لعمو عبدو، تفضل 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 تفضل. Thank you.
برافو أمو عبد الله جلال من مدينة الجلفة، وسلمنا الحار لكل سكان مدينة وولاية الجلفة. أحبائي أحبائي تحبوا المعلومات، نكتشفوا معلومة جميلة مع فرح بنتي. مرحبا يا أطفال. هل تعلم أن غابات الأمازون المطيرة تنتج نصف إمدادات الأكسجين في العالم؟ برافو 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 بنتي، برافو برافو. إذن غابات الأمازون تنتج نصف إمدادات الأكسجين في العالم أحبائي. هذه المعلومات جميلة 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 جميلة. أنا تاني نحب الحكايات، روح نحكي لكم حكاية، نحكي لكم حكاية بائع الفراولة. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية بائع الفراولة. واحد النهار كان واحد الإنسان يبحث عن عمل ما يخدمش، حد يبحث 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 عن العمل. واحد النهار ساب واحد الإعلان في الجريدة، اون انونس في الجورنال، وراح لهذيك الشركة استقبلوه، دخل باش ينظف المراحيض، يعني باش يخدم كعون، يعني ينظف المراحيض وينظف الأماكن وكامل، يعني يعمل في النظافة. عبالكم بلي العمل شريف، يعني مهما كان العمل هو شريف. راح قدم في هذاك الطلب للعمل، لما استقبلوا المدير قال له اعطي لي الايميل تاعك، البريد الالكتروني. قالوا باش نبعثوا لك، باش تبعث لنا الطلب وحنا نبعثوا لك الرد على البريد الالكتروني. قالوا انا ما عنديش البريد الالكتروني. قالوا افتح بريد الكتروني. قالوا ما عنديش كمبيوتر، انا ما عنديش اورديناتور، ما عنديش حاسوب. قالوا كي ما عندكش حاسوب انت غير موجود. ما حبوش يخدموه، ما عطاولوش هذيك الوظيفه، وراح مسكين خرج برا وقعد. هو كان في جيبه 100 دينار، 100 دينار. يا ربي واش ندير واش ندير. جاته فكرة، راح شرى بها فراولة بال100 دينار هذيك، شراها وقعد يمشي في الطريق هكذا ويبيعها للناس. فراولة فراولة، الناس شرتها عليه وربح فيها 100 دينار أخرى، يعني باعها ب200 دينار. عرف من يشريها رخيصة باش يبيعها. قدوة من ذاك تصبح راح شرى كمية أكثر، شرب 200 دينار، وراح بدا يبيع 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 يبيع، ربح 400 دينار. في كل مره ولا يربح النقود اكثر. ومن بعد واش دار؟ شرا دراجه، دراجه فيلو، شرا دراجه وفيها سله، يروح الصبح بكري يروح يشري الفراوله من عند الممولين الكبار هذوك، ويجي ويبيع هكذا في الطريق، يفوت في الحومات هكذا في الاحياء، وكم يقولون فراوله فراوله فراوله، يرشوا عليه. بدا يربح في الدراهم، يربح 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 يربح. بعد قال علاش ما ندير الشركه؟ دار شركه، شرى شاحنه صغيره وبدا يروح يشري كميه اكثر ويمر على الاحياء ويبيع. ومن بعد كبرت الشركه تاعو، كبرت كبرت، صبحوا عنده 10 تاع الشاحنات، بعد 20، بعد 30. ومن بعد راح باش يدير تامين لهذوك الشاحنات، راح عند شركه كبيره تاع التامين، دخل عندهم قال لهم انا عندي شركه تاع الفراوله وراني حاب ندير تامين. قالوا اعطينا بريدك الالكتروني. قال لهم ما عنديش بريد الكتروني. قالوا انت غير موجود. قال لهم انا وكان كان عندي بريد الكتروني من 3 سنوات، وكراني مازالني نعمل في النظافه هنايا وما نجحتش. يعني باش تشوف هما ما عطاروش الوظيفه، ولكن ربي يفتح عليه من جهه اخرى. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمه من هذه الحكايه هي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. برافو برافو برافو. إذن أرنوبة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ما اعتبروش الوظيفة، ولكن بعد كي خرج ربي يفتح عليه من باب أخرى. هو كان محبط، كان زعف بزاف كي ما اعتبروش الوظيفة، ولكن شوفوا ربي سبحانه كي ما يخليش عبده. ودرك أحبائي الحقنا الفقرة اضحك معنا. هي فقرة النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده بلاك نكتة 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 نكتة؟ يلا شكون اللي عنده نكتة؟ معلش عمو يزيد يحكي لكم نكتة اليوم، اضحك معنا. واحد النهار كان واحد الرجل كان رايح مع أولاده، رايحين يسافروا، يسافروا من العاصمة إلى وهران، راحوا لسيارة الأجرة للتاكسي. كي لحق عنده قالوا شحال البلاصة؟ أولاده صغار قالوا الكبار انت يا 100,000 والاطفال باطل.
يعني بالمجان. قالوا الأطفال قالوا ما لا هملك الدراري اديهم الوهران عمهما ويسنى فيهم. قالوا دي الدراري عمهما ويسنى فيهم ووقعت كي قالوا بالمجان يعني طبع عبيش روح ولاده باطل. هذه يضحك معنا شوية. إذا أحبائي الحقنا درك الفقرة رسائلكم. هذه الفقرة وين عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم اللي بعتوهم لنا. إذا أرنوبة جيبينا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا، وانتم أحبائي إذا حبيتوا ترسلونا ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات أحبائي باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا. شكرا أرنوبة، تحية تحية أرنوبة. الرسالة الأولى، سوداني صهيب 4 سنوات من مدينة القليعة ولاية تيبازا، قالكم نريد المشاركة في الحصة كونها ثرية بالمعلومات وهي حصة ثقافية، ونريد لأبنائنا أن يكبروا على مثل هذه الأجواء، وشكرا. صهيب سوداني مرحبا بك ولدي، مرحبا مرحبا، إن شاء الله تشرفنا في أقرب الأجال. عطابي علاء 5 سنوات مدينة برهوم ولاية المسيلة، قالكم أريد المشاركة في البرنامج الرائع. إذن عطابي علاء أنت أروع ولدي، ومدى بنا تجي تحضر معنا في أقرب وقت. خضراوي لوجين 9 سنوات مدينة حجوت ولاية تيفازا، قالكم أنا أحبك يا عمو يزيد وأتمنى أن تزورنا، إن شاء الله نزوركم في حجوت كما اليوم. توحشتكم بزاف أحبائي في مدينة حجوت إن شاء الله. مقراني نيلة 4 سنوات مدينة حيدرة بالجزائر العاصمة، قالتكم نشكركم على حسن الضيافة. إذن هذه مرت معنا في الحصة وبعتتنا رسالة تشكرنا فيها، إذن أنت في دارك. الخضاري ميسة 4 سنوات مدينة وادياس ولاية تيزي وزو، قالتكم بونجور جو فو سوليسيت بو اون بارتيسيباسيون دون فوتر ايميسيون، قالتكم حبيت نحضر معكم في الحصة. قالتلك انا نسكن مع امي عند جدي وجدتي، ان شاء الله نحضر معكم. مرحبا بك ميساء الخضاري 4 سنوات من تيزي وزو، وسخي توجور لا بيانفوني. اذا احبائي رسلونا باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. درك الحقنا للجواب عن السؤال. ما هي أطول قمة بسلسلة جبال الأوراس الشامخ؟ شكون اللي عنده الجواب؟ تعال وليدي باين شاطر، باين، تعال تعال. واسمك وليدي؟ رؤوف. عبد الرؤوف، شحال في عمرك عبد الرؤوف؟ 10 سنوات. وين تسكن؟ مدينة الأربعاء، مدينة رافيكو، المدينة الجميلة، وعندهم واحد الخضرة شحال شابة، واحد السهول، كل شيء رائع في مدينة الأربعاء. إذا نحيوهم وإن شاء الله نزورهم في أقرب وقت. ما هي أعلى قمة في جبل الأوراس؟ قمة شيليا. قمة شيليا أحبائي أكثر من 2300 متر. قمة شيليا هي أعلى قمة جبلية في سلسلة الأوراس. أعطي الهدية تاعو، تعال تعال وليدي تعال. احنا الشاطرين نعطي لهم هدية احنا. إذا وليدي شركة الوجدان مع عمو يزيد وعمو يزيد تي في تعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفد بها. عفوا عفوا وليدي، تفضل 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 تفضل. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا. اليوم عندنا عيد ميلاد رحيل، تعالي بنتي تعالي بنتي نديروا لك عيد ميلادك، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها وإحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. تعالي رحيل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بني نور
ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. إذن عمو يزيد يشعل لك شمعة وانتم تديروا معايا العد التنازلي لرحيل. يلا اذا العد التنازلي، 7 6 5 4 3 2 1. اذا اعطيه الهدية تاعها. اذا رحيل بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي حصة مع عمو يزيد وراعي عمو يزيد تي في كذلك، يعطيك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفدي بها بنتي. وهذه عليك، هذه شهادة، هذه شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يأخذ شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى لتصويره حصة مع عمو يزيد، تقعد له كذكرى. هايلك بنتي. وأنا أحبائي ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في نفس التوقيت على قناتكم عمو يزيد تي في. نحبكم، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. خذني معاك، خذني معاك يا غالي يا أبتي، خذني معاك، خذني معاك، حان وقت العطلة، خذني معاك، خذني معاك للمزرعة، للمزرعة. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي، إخواتي رضا وبسمة. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي، إخواتي رضا وبسمة. خذني معاك، خذني معاك يا غالي يا أباتي، خذني معاك، خذني معاك، حان وقت العطلة، خذني معاك، خذني معاك للمزرعة، للمزرعة. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. السلام عليكم، اسمي ضيف الله زين الدين، شكرا عمو يزيد. السلام عليكم، انا مرام، نشكر عمو يزيد على هذه الحصة ونشكر عمو يزيد. السلام عليكم، انا ذي تاج، اشكر عمو يزيد على الاستضافة واشكر قناة عمو يزيد.